لكن غارسيا ممكن قتل طريقة النصر باللعب بهذه الطريقة الدفاعية في مباراة اليوم، انك تلعب لأول مرة بثلاثي قلوب دفاع، يعني تكتل في الخلف بشكل كبير، وكان الاعتماد على الكرات المرتدة، انك تواجه الاتحاد بوجود فريق يعني ما يعطيك المساحات بشكل كبير، ما يخليك يعني ما تلقى المساحات اللي انت تتمناها انك كفريق آخر ممكن يكون يقفل وتلعب على الهجمات المرتدة. من الصعب مع فريق يملك 6 أهداف في مرماه في هذا الدوري، ويملك عناصر فنية على أعلى مستوى في خط الدفاع. اليوم أنا بكل أمانة، أنا كنت من الناس اللي استغربت في بداية الموسم طريقة نونو سانتو في تغيير مراكز حجازي وأحمد شراحيلي، لكن أثبت بما لا يدع مجال للشك أنه هو الصح، وكل المحللين كان لهم وجهة نظر هم الخطأ. اليوم شاهدنا كيف أحمد شراحيلي بالرجل الأخرى يعود ويسحب لاعبين ويصنع كورة رومارينهو، هذا دليل أنه هذا عمل مدرب. بوجود اليوم مباراة مدربين للمرة الثانية أو الثالثة، غارسيا لا يستطيع انتصار على نونو سانتو. مباراة الذهاب اللي كانت في مرسول بارك رغم الغيابات الاتحادية هي شبيهة بغيابات النصر اليوم، برغم الغيابات النصر لم يكسب الاتحاد. مباراة السوبر بتكامل العناصر النصراوية الاتحاد كسب. في مباراة اليوم